خلال استقبال مدير عام صندوق النقد الدولي الرئيس السيسي يؤكد أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين. أكثر من 20 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، واليونيسف تؤكد استشهاد 50 طفلا في جباليا خلال يومين. استشهاد 3 لبنانيين في غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل الأنباء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة الصندوق واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين منه وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته. ووجه الرئيس السيسي بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر ضحايا ومصابي الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق. وشدد الرئيس السيسي على أن الوطن لن ينسى تضحيات أبنائه ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجب التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة. من جانبها أعربت جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق ستبدأ بعد غد. وخلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أشار مدبولي إلى أن فريق عمل الصندوق سيبدأ العمل مع كل المعنيين من البنك المركزي والوزارات المعنية. في ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية وتزامنا مع زيارة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي لمصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء على هامش مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. أكد خلاله أنه ستتم المراجعة الرابعة للبرنامج خلال الأيام القليلة القادمة. اليوم شرفنا سويا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترحيب بسيادتها ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك ما بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي. ولكن الشيء المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وأن فريق العمل من الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد إن شاء الله مع
كل الزملاء من البنك المركزي والوزارات المعنية. ومن جانبها صرحت السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي أن الصندوق يقدر الشراكة مع مصر، وأكدت على الاستمرار في تقديم الدعم لمصر لاستكمال مسيرتها الاقتصادية. أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية. كما أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى دور مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية. مصر عززت من الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي، وذلك من أجل أن يكون الدعم الحكومي المتبقي موجها لمن يحتاجونه بالفعل. هذه التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، وتعزز من الفرص المستقبلية، وأيضا الكثير منها أظهر نتائجها على الأرض بالفعل. كما أشادت السيدة كريستالينا بنتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر. أولا، انتقلت مصر إلى نظام مرن للسعر الصرف، وتمكنت من التخلص من التراكمات. وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في هذا الصدد. ثانيا، مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو وفرص العمل، وهذا. كما أشارت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر ستصل إلى اقتصاد قوي خلال الفترة القادمة يمكنها من خلق فرص عمل للشباب تصل إلى 1,000,000 فرصة عمل سنويا. مؤتمر أكد على أنه لن تكون هناك أي أعباء سيتحملها المواطن المصري خلال الفترة القادمة، ولكن تسعى من خلاله مصر إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف وطأة الظروف الراهنة بإطالة أمد الإجراءات. وصندوق النقد الدولي يؤكد على أن مصر يجب عليها الاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي. من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار. هذا وقد أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من كل الأزمات الداخلية والخارجية التي يشهدها العالم، إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة. وشدد الدكتور مدبولي خلال لقاء المدير العام لصندوق النقد الدولي جورجيفا على أن الحكومة المصرية تراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين مع مراعاة الظروف الحالية محليا ودوليا. أكد مدبولي أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي. من جانبها أكدت جورجيفا أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي. استشهد 7 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أنه استشهد منذ فجر اليوم نحو 31 فلسطينيا، وأصيب العشرات في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع. وقد قصفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منطقة شمال شرقي مدينة رفح، ما أسفر عن سقوط 6 شهداء بينهم امرأتان وأطفالهما. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيل ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43,341 شهيدا.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في انفجار قنبلة يدوية شمال قطاع غزة. وأضاف الجيش أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث. وقد أفادت السلطات المحلية بأن الجندي من مستوطنة يتسهر بالإضافة بالضفة الغربية يأتي ذلك غداة مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا في غزة إلى أكثر من 900 ضابط وجندي منذ أكتوبر من عام 2023. ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدة الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس الشاحنات عبر معبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال التي منعت دخول 4 شاحنات للمستلزمات الطبية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من المركز اللوجستي بالعريش مراسل النيل للأخبار أحمد ممدوح. تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من أمام معبر رفح. ننقل لكم صورة لموقف دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال، في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية أو غيرها من المساعدات اللوجستية. اليوم وبعد إغلاق أمس وأول أمس تم دخول أكثر من 130 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى دخول 4 سيارات وشاحنات للوقود. كان على مدار 4 أيام ماضية تم دخول 84 شاحنة، تم تفريغ منها 30 منها، بينما تم رفض أيضا 4 شاحنات للوقود و4 شاحنات للمستلزمات الطبية. هم يعرقلوا أيضا دخول هذه المساعدات الطبية ويمنعون دخولها من جانب قوات الاحتلال لمعاناة الأشقاء الفلسطينيين وزيادة معاناتهم والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القسري أيضا للفلسطينيين من قطاع غزة. جهود مصرية متواصلة لدعم هذه المساعدات ومن خلال معبر رفح وتجهيز هذه المساعدات، وأيضا وصول عدد من الشاحنات المصرية إلى معبر رفح لوصولها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى خاصة في العطلات والمناسبات الرسمية، فهو يعمل لإدخال هذه المساعدات، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخولها من خلال معبر كرم أبو سالم والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات وإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات، بل يقوم بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى واستضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من أمام معبر رفح، وعودة مرة أخرى إلى زملائي في الاستوديو. أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على الصيدا في جنوب لبنان. كما استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا ببلدة الغازية وكذلك محيط المستشفى الحكومي في بلدة تابنين التابعة لقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. في الأثناء استهدفت عدة غارات منطقة بعلبك، وذلك بعد ساعات على إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلائها. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مستعمرتي إيفين مناحم وشميرة برشقات صاروخية. هذا وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي متابعة قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز من منطقة البترون شمالي لبنان، طالبا من وزير الخارجية اللبناني تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد. وأشار ميقاتي إلى أنه أجرى اتصالات بالعماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في القضية.
كما شدد ميقاتي على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الأمور في سياقها. توعدت إيران برد قاس على أي هجمات قد تشنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران أو مصالحها في المنطقة. وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في كلمة ألقاها أمام طلاب في طهران إن بلاده لديها القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، وهي مستعدة لتغيير سياساتها بشأن استخدامها إذا واجهت تهديدا وجوديا. من جانبه أعلن الجيش الأمريكي أن قاذفات من تراس بي 52 وصلت إلى الشرق الأوسط. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها ستنشر قدرات عسكرية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر القادمة دفاعا عن إسرائيل وتحذيرا لإيران. وأوضح البنتاغون في بيان له أن هذه القدرات العسكرية الجديدة تشمل وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي 52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية. يبدو أن التحذيرات المتتالية من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط لم تجد صدى لدى الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل، فكرة الثلج بدأت تتدحرج وطبول الحرب قرعت من جديد. فغداة إعلان واشنطن عزمها إرسال قدرات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط دعما لإسرائيل وتحذيرا لطهران من مغبة استهداف تل أبيب، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى وصول قاذفات استراتيجية من طراز بي 52 العملاقة إلى المنطقة ضمن سلسلة تشمل لاحقا وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة. القاذفات العملاقة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط أعادت إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة وويلات الحرب في فيتنام ومآسي غزو العراق، حيث كانت تلك القاذفة حاضرة بقوة في تلك المشاهد الثلاثة. وتعود جذور القاذفة الأمريكية من طراز بي 52 إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما فكرت الولايات المتحدة بقاذفة استراتيجية ثقيلة بعد الحرب العالمية الثانية لتدخل الخدمة فعليا ضمن سلاح الجو الأمريكي في عام 1954. وتستطيع تلك القاذفة ذات المحركات الثمانية الطيران بحمولة تصل إلى 31,500 كيلوغرام، كما أنها تمتلك مدى تشغيليا يزيد عن 14,000 كيلومتر بدون إعادة التزود بالوقود الجوي، بالإضافة إلى قدرتها على حمل الأسلحة النووية على رأس 12 صاروخ كروز متقدم و20 صاروخ كروز من نوع آخر. وبالرغم من كون إرسال القاذفة الأمريكية ذات القدرات المذهلة في ذلك التوقيت رسالة تحذيرية لإيران، فقد استقبلتها طهران بتحذير مماثل، حيث وجه الحرس الثوري رسالة مضادة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه لا يخشى تلك التهديدات، متوعدا بتوجيه رد قاس حال استهداف المصالح الإيرانية. وبين التهديد الأمريكي والوعيد الإيراني تتصاعد التوترات وتتضاءل فرص التهدئة، ما يجعل المنطقة على شفا حرب إن اشتعلت فلن يسلم من لهيبها أحد في الإقليم. يسابق المرشحان لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس يسابقان الزمن لكسب الأصوات. يتوجه دونالد ترامب إلى كبرى الولايات الحاسمة في مسعى أخير لكسب الأصوات قبل أقل من 48 ساعة على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد. من جهتها تعهدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولاينا بالعمل لوقف الحرب في الشرق الأوسط إذا فازت بمنصب الرئيس، متعهدة بأنها ستكون رئيسة لجميع الأمريكيين، وذلك بعد أن أظهر استطلاعا للرأي تقدمها بفارق ضئيل على منافسها ترامب بفضل مناطق حزام الصدى.
تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات وحدات القوات المسلحة. تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة. وناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بما شاهده من مستوى راق في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار. وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل، والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية. وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لعام 1971 في شأن هيئة الشرطة. كما بدأ المجلس مناقشاته من حيث المبدأ والتي ستستمر لعدة جلسات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط وبما يتوافق مع التشريعات التي صدرت مؤخرا، جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 71 في شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في 3 مواد بخلاف مادة النشر إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية لمعاوني هيئة الشرطة لمواجهة التحديات والمستجدات، وكذا مواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بكافة صورها. كذلك يأتي مشروع القانون في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكوادرها الشرطية لمواكبة العديد من المتغيرات التي شهدتها الوزارة. وبعد موافقة المجلس على مشروع القانون، شرع في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ وبحضور وزيري العدل والخارجية ووزير شؤون المجالس النيابية. ويعد هذا القانون، وكما أشار تقرير اللجنة، بمثابة قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة لمزيد من الحقوق والحريات وتتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما يهدف مشروع القانون إلى تلافي العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن عدد من الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. ونظرا لأهمية مشروع هذا القانون، يستمر المجلس في مناقشته من حيث المبدأ على مدى عدة جلسات. بهدف تطوير وتحديث النظم التدريبية لمعاون الشرطة، جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الأمر الذي يعمل كذلك على مواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بكافة صورها. من مجلس النواب محمود إسماعيل، النيل للأخبار.
تستضيف القاهرة غدا وعلى مدار 5 أيام فعاليات النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي WF12 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 174 دولة. ينظم المنتدى تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات بالتعاون مع الحكومة المصرية. يركز المنتدى على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية. انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض عالم الزراعة لتقنيات الزراعة الحديثة في دورته 6 بمشاركة خبراء من أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية وسط أقبال كبير من المزارعين من مختلف المحافظات المصرية. المؤتمر يعمل على تعزيز خبرات المزارع المصري في ظل التغيرات المناخية وتحسين جودة وحجم المحاصيل الزراعية المختلفة. مستهدفة المزارع المصري بمختلف الأقاليم المصرية، انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات مؤتمر ومعرض عالم الزراعة لتقنيات الزراعة الحديثة في دورته 6. المؤتمر يعمل على تعزيز خبرات المزارع الإرشادية في ظل التغيرات المناخية وتحسين جودة وحجم المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها. المعرض ده كله بيقدم النهارده كله باني على التكنولوجيا، امال كبيره في انها تحقق زياده في معدلات الانتاج ايا كانت باتباع الطرق الحديثه او التطبيق الامثل للزراعه. المؤتمر وندواته الارشاديه شهد اقبالا كبيرا من المزارعين من مختلف المحافظات المصريه، وجاء بمشاركه خبراء من اكثر من 61 دوله عربيه واجنبيه، ما يؤكد حرص القيادات السياسيه على تسخير الامكانات كافه لتحسين حجم وجودة الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الصادرات المصرية. هذا المعرض بيضم مجموعة من الشركات الخاصة المصرية والمشتركة والأجنبية اللي بتوفر المواصفات القياسية العالمية المطلوبة في الأسمدة والمبيدات وكافة المستلزمات الزراعية، بتوفرها للمزارعين المصريين وللشركات الزراعية الكبرى العاملة في هذا المجال، وهناك رقابة ومتابعة من أجهزة الوزارة المعنية متواجدة داخل المعرض للتحقق من أن كل المنتجات اللي معروضة مسجلة. فعاليات المؤتمر شهدت دورات تدريبية عن تبخير مخازن الغلال والمكافحة المتكاملة للمبيدات، إضافة إلى سبل دعم نمو النبات في ظل التغيرات المناخية والطرق الآمنة لاختيار الأسمدة والمبيدات واستخدامها. نحن شايفين هيبقى عدد شركات عارض غير عادي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الشركات اللي عارضة كمان في حاجة مهمة جدا، عارضة منتجات بتعالج مشاكل بدأت تحصل لنا في فترة أخرانية، وأهمها موضوع مثلا التغيرات المناخية. أنا بمروري على أكثر من بارتيشة النهاردة لقيت شركات عارضة حاجات بتواجه موضوع ارتفاع درجة الحرارة، انخفاض درجة الحرارة إلى آخره. دي نقطة من النقط المهمة جدا. الحاجة الثالثة، كم المزارعين اللي بدأ يهل على المعرض اللي الواحد شافه النهارده. المعارض بتساهم في انها بتبدأ ترفع الوعي بتاع المزارع بالنسبه للاستخدام الامن للمبيد لمنظم النمو حتى الاسمده. للحصول على حلول وافيه لكل المشكلات الزراعيه، يحرص عدد كبير من مزارعي مصر من مختلف المحافظات على حضور المؤتمر وفعالياته، رغبه في تحسين جوده الانتاج الزراعي وزياده حجمه عبر اتباع تقنيات الزراعة الحديثة. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. نهاية النشرة وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد خلال استقبال مدير عام صندوق النقد الدولي أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.
أكثر من 30 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، واليونيسف تؤكد استشهاد 50 طفلا في جبليا خلال يومين. استشهاد 3 لبنانيين في غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان. نهاية النشرة وتفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت mail.eg. شكرا لحضراتكم، كما نشكر الزميل رضا عبد المنعم في لغة الإشارة. شكرا لكم، في أمان الله. إلى اللقاء.